مع الأسف طوال السنوات السابقة لم نجد جدية بإنشاء ميناء الفاو أو إكماله. حتى فرصة إكمال ميناء مبارك كانت الكويت تعول أنه العراق لا ينشئ ميناء. ميناء مبارك سيكون هو البوابة لطريق سككي عبر العراق وصولا أيضا إلى أوروبا. لكن اليوم ميناء الفاو وإكماله من قبل الحكومة العراقية بصراحة شكل فارق اقتصادي مهم جدا. ثالث أكبر ميناء بالمنطقة، من أكبر 10 موانئ على مستوى العالم. حركة التجارة ستتغير حتى بالنسبة إلى دبي، ويعني سيكون هذا الطريق ربما بديلا. وكانت يعني طوال السنوات السابقة الأحداث اللي دائرة في العراق وعدم الاستقرار الأمني والسياسي إلى دور بعدم إكمال هكذا مشاريع، لأنها ستؤثر بشكل اقتصادي على دبي وعلى الكويت وعلى كل دول المنطقة. لكن اليوم والحمد لله بوجود حكومة مستقرة في العراق، حكومة السيد محمد الشياع السوداني، وأيضا عزمها على إكمال المشاريع وتنظر إلى التنمية بعين اقتصادية، تحاول تنويع الاقتصاد العراقي، إكمال هذه المشاريع التي ستشكل فارق كبير جدا في اقتصاد العراق من ناحية النقل.